هنا هنشرح إحدى طرق تطبيق الأجايل اللي هي السكرام ميثودولوجي أو السكرام فريم وورك لإدارة مشروعات السوفت وير. بداية إحنا في عندنا زي ما اتكلمنا قبل كده إن إحنا لازم نبدأ بالمايند سيت بتاعتنا إن إحنا نكون بنفكر بطريقة الأجايل اعتمادا على الفاليوز والبرنسبلز. ازاي هنشكل مجموعة العمل اللي هتشتغل وازاي هنرتب الريكويرمنتس او المهام بتاعتنا وازاي هننفذ المهام دي عن طريق مجموعة العمل بالاستعانة بمجموعة من الاجتماعات. فاول حاجة عندنا بنشكل فريق العمل عن طريق التيم اللي هيشتغل، البرودكت اونر اللي هيتعامل مع الكاستمرز بتوعنا وهيجيب منهم الانبوتس سواء من الكاستمر سواء من التيم نفسه او من التيمز الاخرى اذا كان العمل مشترك، اذا كنا هنجيب تعليمات من المانجرز او من الاكسكيوتيفز. وفي عندنا هنا واحد اسمه السكرام ماستر او التيم فاسيليتور اللي هنشوف المهام بتاعته هتكون ايه وهتتضح مع شرح الطريقه. بعد كده بنشوف ان احنا بننظم مجموعة المهام بتاعتنا ازاي، بنحطها في حاجة اسمها البرودكت باكلوج بيكون مرتب على حسب اولويات العميل في حاجة اسمها يوزر ستوريز اللي بتعبر عن مجموعة الريكويرمنتس بتاعتنا وبنرتبها داخل البرودكت باكلوج مرتبة 1 2 3 وهكذا على حسب الأهمية للعميل وعلى حسب وضوح كافة تفاصيلها لدى العميل، لأن عادة في بداية العمل في المشروعات العميل عايز مشروع معين، هو طبعا بالتأكيد مش هيقدر يدينا كل التفاصيل بتاعة المشروع من البداية للنهاية في أول جلسات العمل، لكن بتكون في بعض الأشياء واضحة جدا جدا بالنسبة له ومهمة جدا جدا بالنسبة له بناخدها منه في البداية ونرتبها حسب أولوياته. الأجزاء الكاملة والواضحة جدا جدا والمهمة جدا جدا بالنسبة له بناخدها من البرودكت باكلوج بنحطها في حاجة اسمها سبرنت باكلوج. السبرنت ده بيكون محدد في فترة زمنية من أسبوع لأربع أسابيع بنطلع فيهم مجموعة من المهام اللي أخدناها من البرودكت باكلوج حطناها في السبرنت باكلوج، أخدنا الأشياء المهمة الواضحة جدا جدا للعميل كتبناها بالتفاصيل، قعد شرحها البرودكت أونر للتيم بشكل واضح جدا 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 بكل تفاصيله وتقسمت إلى تاسكس ومهام واضحة في الميتينج رقم 1، الميتينج رقم 1 اللي هي الجلسة بتاعت السبرنت بلانينج ميتينج، ودي أول ميتينج من الأربع ميتينجز الشهيرة جدا في الفريم وورك بتاع السكرام. الميتينج رقم 2 بعد ما بيكون السبرنت باكلوج واضح جدا جدا للفريق بتكون ديلي ستاند اب ميتينج مدتها من 10 ل 15 دقيقة زي ما هي مكتوب فيها كده ستاند اب، مجرد تحديث للحالة بتاعة العمل، يا فريق عملت ايه امبارح وهتعمل ايه النهاردة والعوائق اللي موجودة او الامبيدينس اللي موجودة عندك هي ايه، لو في اي امبيدينس السكرام ماستر هو اللي هيكون مسؤول عن ازالتها، فريق محتاج يشتغل بشيء الرخصة بتاعته انتهت، محتاجين تجديدها، محتاجين بيئة جديدة، محتاجين حاجة على السيرفرات. التيم يفضل يشتغل في السبرنت باكلوج ملوش دعوة بالامور اللي زي كده، والسكرام ماستر ده بتكون وظيفته المحافظة على الميتينجز. الميتينج رقم 1 هو اللي بيكون مسؤول عنها، الميتينج رقم 2 الديلي ستاند اب ميتينج، جميع الميتينجز الاخرى اللي مسؤول عن تنظيمها وحضور جميع الافراد المفروض ان هم يحضروها بيكون السكرام ماستر هو اللي مسؤول عنها، بالاضافة الى ازالة اي عوائق او تحديات امام الفريق. يبقى التيم كده بقى واضح قدامنا، البرودكت اونر هو ممثل المالك المسؤول الاول والاخير عن البرودكت باكلوج واهمية ترتيب العناصر
بداخله. التيم هو اللي بيقوم بإنجاز العمل، السكرام ماستر هو المسؤول عن تطبيق الأجايل في الاجتماعات وفي المهام بتاعته بإزالة أي عوائق بتظهر أمام الفريق. بعد ما بنخلص السبرنت في أسبوع أو 4 أسابيع، أسبوعين، 3، المدة لا تزيد عن الفترة دي، بنعمل جلسة اللي اسمها السبرنت ريفيو. بنجيب الكاستمر يتفرج على الشغل اللي اتعمل، لو عنده فيدباك بناخده منه داخل السبرنت وبنعدل ملاحظاته، وبنطلع بشيء يكون منتهي وقابل للعرض على البرودكشن، بنعمل له بابليش على البرودكشن وبيبدأ العميل في استخدامه فورا، علشان بعد كده ناخد العناصر التالية الأكثر أهمية وأكثر وضوحا بالنسبة للعميل، يحددها البرودكت أونر ويديها للتيم علشان السكرام ماستر يعمل السبرنت بلانينج ميتنج بتاعة السبرنت التالي، ونطلع منها نشتغل الفترة بتاعة السبرنت بتاعنا لحد ما نخلص ونعمل الريفيو ميتنج. والعميل في الحالة دي بعد ما بنخلص كل سبرنت بنديله برودكت منتهي قابل للعمل، فمع آخر سبرنت وقبول العميل ليه بنكون سلمنا عليه وادينا له المشروع بتاعه كامل. بعد كل سبرنت بيبقى فيه ميتنج مهمة جدا جدا بعد كل سبرنت اسمها ريتروسبكتيف ميتنج، بنشوف ايه الاشياء اللي كانت كويسة اثناء عملنا في الايتريشن او في السبرنت. الكلمتين مرادف لشيء واحد، السبرنت او الايتريشن، يعني السبرنت او فترة العمل اللي بنخلص فيها المهام المحددة في فترة من اسبوع ل4 اسابيع. بنشوف الاشياء الكويسة بنحافظ عليها وبنركز فيها، بنشوف الاشياء اللي ما كانتش مفيدة بالنسبة لنا او اللي ضرتنا اثناء العمل بنحاول ان احنا نتلافاها او نحسنها او نشوف اساليب بديلة. فجلسة الريتروسبكتيف دي مهمة جدا جدا، بتخلي السبرنتس من سبرنت للي بعده بيكون العمل والاداء فيه افضل. في حاجة هنا اسمها البيرن داون او البيرن اب تشارت، دي بتبين بعد كل سبرنت احنا خلصنا اليوزر ستوريز او المهام اللي كانت محددة لينا في السبرنت ولا فضل منها شيء هيدخل في السبرنت اللي بعده. ففي اي وقت من الاوقات لو قلت النسبة المئوية للعمل اللي انتهى ما بتكونش تقديرية ولكن بتكون حقيقية بنسبة 100%. دي صورة سريعة جدا عن طريقة العمل داخل الفريم ورك اللي اسمه سكرام، وهي إحدى طرق تطبيق الأجايل في جميع الأحوال، هي أسهل وأفضل وأدق بكتير من الووتر فول، وبتخلينا نسلم العميل الشيء اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، وبنتجنب المشاكل والاصطدامات اللي ممكن تحصل في نهاية العمل.